الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. طبعا يا اخواني في الله انا مش شايفكم قوي، يعني ايه يعني انا يعني ايوه كده شايفكم كويس، بس انا مضطر اني البس النضاره عشان بس يعني ايه حاجه بسيطه كده، عمليه بسيطه كده في العين بس. فانا ايه يعني جزاك الله خيرا حبيب قلبي، حاجه بسيطه يعني موضوع في تصحيح الابصار، في تقويه الابصار يعني. ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. فانا يعني مضطر ان انا اتحرم من نوركم النهارده، بس من لطف ربنا ان انا جبت النضاره، اللهم لك الحمد، لان موضوع الكشافات الجديده ديت كانت هتبقى مشكله لو كان من غير النضاره. المهم يا اخواني في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله لك وتب، لا واضح ان العزائم في شعبان مولعه يا ابني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه كده، المهم البركه، ربنا يحفظكم يا اخواني في الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فسبحان الله إخواني، يعني الآيات اللي قرأت في صلاة المغرب بصراحة في آية شدتني قوي، يعني وانت بتتفاعل كده مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. آية مرعبة، يعني ناس مرعوبة من النار، حاسة ان جهنم وحش هيهجم عليها، حاسة ان جهنم لو ما ابتلعتش غير واحد في البشرية هتبتلع هذا الشخص اللي بيدعى ربنا سبحانه وتعالى. تخيل من كتر احساسه بذنوبه حاسس بايه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. متوقع يا إخواني إن الإنسان اللي هيعيش بمشاعره مع جهنم لهذه الدرجة، الإنسان اللي هيعيش بمشاعره مع الدار الآخرة لهذه الدرجة، لن يستطيع أن يتصل بالدنيا ولن يستطيع أن يمارس الدنيا. تفاجأ إن الآية اللي بعد آية جهنم: والذين إذا إيه أنفقوا فلوس، آية بتتكلم عن المعاملات بالفلوس، آية بتتكلم عن المعاملات المادية والتوازن في المعاملات المادية، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آية بتتكلم عن التوازن في الدنيا، التوازن في العلاقة بالدنيا، التوازن في الحياة. يا ربي الكلام ده اخواننا، دي تربية عقلية لينا يعني كناس بنتلقى من كتاب الله سبحانه وتعالى، ان مش معنى ان مشاعرك تبقى تجاه الدين مشاعر عظيمة، ان انت لما تخرج برا المسجد تبقى انسان غير متوازن في حياتك. لازم نتعلم التوازن في حياتنا يا اخواني في الله. المقصد ان احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهاردة عن ايات يعني من اعظم الايات اللي ممكن تهز قلب اي حد مننا، وكيف لا، وهي تتحدث عن سيدنا ابراهيم عليه السلام، تتحدث عن خليل الرحمن عليه السلام. يعني يا اخواني في الله احنا في التحيات في كل صلاة بنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على مين؟ على ابراهيم. طب ليه مش كما صليت على موسى؟ ليه مش كما صليت على عيسى؟ ليه مش كما صليت على نوح؟ ليه مش كما اشمعنى كما صليت على ابراهيم؟ اشمعنى سيدنا ابراهيم اللي ربنا اراد ان قلوبنا ترتبط بيه في كل صلاة بهذا المنظر؟ هل لانه هو اللي بنى القبلة بتاعتنا؟ هل لانه هو اللي بنى الكعبة اللي انت في الصلاة بتتوجه اليها؟ هل لانه هو اللي ضحى باغلى ما يملك بفلذة كبده عشان ربنا ليقيم الصلاة اللي انت دلوقتي بتصليها؟ هل انما المعنى يا اخواني ان شخصية سيدنا ابراهيم اللي ربنا اراد انك ترتبط بها في كل صلاة، وانك في كل صلاة تتذكر هذه الشخصية، لابد انها شخصية مطلوب ان احنا نتواصل معاها ونعيش معاها. عايزين حد يقوم يجيب لنا مصاحف بقى كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى، حد يقوم يجيب مصاحف للإخوة، ويعني حدات يقوموا يجيبوا مصاحف للأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى. وعايزين نفتح على سورة الأنبياء، وعايزين نفتح على قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. حد يجيب لي مصحف أنا كمان، جزاك الله خيرا. خلاص حبيب قلبي ربنا يحفظك. هنحفظ يا اخواني، هنفتح على سورة الانبياء صاد 326 بالمصحف بتاع الملك فهد، المصحف اللي اخر الصفحة آية صاد 326. يلا يا اخواني في الله، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. ها نفتح كتاب ربنا كده، الواحد بيستبشر
لما بنفتح كتاب ربنا الواحد بيستبشر. لما بيبقى الكلام كله حوالين فهم آيات ربنا سبحانه وتعالى الواحد بيستبشر يا جماعة بالمنظر اللي أنا شايفه قدامي ده، بمنظر إن كل واحد مشغول إنه يفتح المصحف أو إنه يفتح الموبايل بتاعه على المصحف اللي على الموبايل، إنه هو يفتح القرآن ويبص في الآيات، ونخرج بإذن الله سبحانه وتعالى من الليلة دي مرتبطين بآيات الله سبحانه وتعالى ومرتبطين بمعاني في كتاب الله. عايزين نركز مع بعض بقى يا إخواني، رمضان لسه عليه 3 أسابيع يا شباب، كنا من شوية بنقول رمضان لسه عليه 3 شهور، الوقت رمضان لسه عليه 3 أسابيع بإذن الله سبحانه وتعالى، ليلة النصف من شعبان الخميس الجاي، يعني خلاص يا إخواني كل سنة وأنتم طيبين، خلاص يا جماعة رمضان على الأبواب. عايزين نبدأ مدرسة القرآن من الآن، عايزين نبدأ اتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يا جماعة يعني الواحد بيتشد دايما للآيات اللي بتتكلم عن سيدنا إبراهيم، وبحس إنها آيات يعني زي كل آيات القرآن، ولكن الآيات بتاع سيدنا إبراهيم تحس إنها بتديك شحنة إيمانية ومعاني إيمانية ممكن تغير حاجات كتير جدا في حياتك. ابدأ معايا بقى قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ركزي معايا كويس جدا، ركز مع كلام الله كويس جدا. ها يلا يا اخوانا، هنشوف النهاردة هنطلع بإيه من كتاب ربنا، هنشوف النهاردة رزقنا إيه من كلام الملك سبحانه وتعالى. يلا يا شباب، قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده، كان موجود على وجه الأرض يا رب ملايين البشر ساعتها، اشمعنى إبراهيم يا رب؟ اشمعنى إبراهيم اللي الكنز ده هو اللي ياخده؟ اشمعنى إبراهيم؟ أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول اشمعنى أنت؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يفتح عليك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يختارك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يعاملك هذه المعاملة العظيمة؟ معاملة آتينا، خدي بالك معايا، ربنا بيقول ولا قد، اللام اللي قبل قد دي، حد يعرف اللام دي في اللغة اسمها لام إيه؟ حد يعرف اللام دي اسمها لام إيه؟ ولا قد، اللام دي لام إيه؟ لام إيه؟ لا، اللام دي لام إيه؟ القسم، اللام دي لام القسم، يعني الله بيقسم، ربنا بيقسم انه هيديك لو اقبلت عليه، ربنا بيقسم ان دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقسم على عطائه، ربنا بيقسم انك لو صدقت معاه هيصدقك وهيديك، ربنا بيقسم انه هيرفع اوليائه، انه هيؤتي اوليائه، انه هيرشدك، انه هيوجهك، ربنا بيقسم عشان ما حدش يشك في طريق ربنا، عشان ما يحصلش لما هنقول في النص التاني من الآية وكنا به عالمين. حسيتي بيها دي؟ حسيتي بيها لما اهلك حربوكي في البيت عشان التزامك ومش عارفة تعملي ايه؟ حسيت بيها دي لما جيت تلتزم وتنطلق في الدين وحسيت ان المجتمع كله بيقف وشك، وحسيت ان والدك بيحاربك او والدتك بتحاربك او اصحابك بيحاربوك، حسيت بيها دي؟ حسيت بانك انت من كتر الازمة اللي حصلت لك وانت بتحاول تقبض على دينك كالقابض على الجمر، حسيت انك انت فكرت يا رب انت سبتني ولا ايه؟ يا رب انت مش معايا، يا رب انت مش متولي امري، يا رب مش انا عبدك، يا رب مش انا في طريقك. وكنا به عالمين، ان سيدنا ابراهيم وفي الازمة الرهيبة دي واقف وش ابوه، واقف وش قومه، قومه عايزين يحرقوه والناس عايزين يطردوه، وابوه بيقول له لارجمنك، ان في وسط الازمة الرهيبة دي والانسان قابض على دينه والانسان بيقاتل عشان يصبر على مراد الله ويلاقي الدنيا كلها واقفة في وشه، هيقول يا رب انت سبتني، يا رب يا رب انت مش معايا يا رب. ربنا بيقول وكنا به عالمين. اوعى تحبط، اوعى تظن ان ربنا سابك، اوعى لما تلاقي طريق الدين فيه تعب، اوعى لما تلاقي طريق الدين فيه مجاهدة، اوعى تلاقي لما تلاقي طريق الدين فيه رهق، اوعى تظن ان ربنا سابك. احد اخواني صاحب شركة من اكبر الشركات، يعني 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 شركة ضخمة جدا، يعني رأس مالها مئات الملايين من الجنيهات، مئات الملايين، مش عشرات الملايين، مئات الملايين. بيقول لي لما راح يشتغل في الشركة كان صاحب الشركة والده ورئيس واللي مدير الشركة اخوه، اخوه نزله يعني مندوب مع العربيات يلف على المحلات او يلف على اماكن التجارة اللي بيسوقوا فيها، يلف ويبيع ويسوق. فبيقول لاخوه انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا صاحب الشركة دي زي زيك. قال له انا عايزك تفهم الشغل من الصفر، انا عايزك تفهم الشغل من تحت. صاحبي ده بيقول لي فترة بسيطة اخوه فجأة وهو قاعد وقع مات، الله يرحمه مات، ابوه بعدها فجأة مات
بقى هو صاحب الكيان التجاري الضخم ده كله. بيقول انا لو ما كنتش نزلت من اول مهمة في الشركة ما كنتش عرفت ادير الشركة دي ككل. يعني عايز اقول لك ان اخوه ما كانش بيعذبه، ان اخوه ما كانش بيبهدله، ان اخوه لو ما كانش سابه يجاهد ويتعب كانت الدنيا كلها خربت. لما لقى نفسه فجأة رئيس للكيان الكبير ده. هو انا عايز اقول لك انك لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى احيانا بيمتحنك، احيانا تلاقي الطريق صعب عليكي، احيانا تلاقي في مجاهدة مطلوبة منك، يا ابني ربنا بيربيك، يا ابني ربنا بيقويك، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن دينك، بيمتن ايمانك. اوعى تفتكر زي الاب اللي يقول لابنه انزل اشتغل واصرف على نفسك. هو ما بيحبش ابنه قد الاب اللي بيدي لابنه 50 جنيه كل يوم ويقول له متع نفسك. لا، اللي بيقول له اصرف على نفسك بيحبه اكتر من اللي بيقول له متع نفسك، ولكن عايز ابنه يطلع راجل. اهي دي القضيه، ربنا يريدك راجل، ربنا يريدك اما صالحه لله سبحانه وتعالى. وكنا به عالمين. اوعى تظن ان ربنا سابك، اوعى تظن ان ربنا نساك، اوعى تظن ان ربنا تخلى عنك. لحظة الامل يا جماعة، احساس الامل يا اخواني، احساس انك ممكن تبقى الوقت جاي الدرس ده الليلة وانت حاسس بازمة، حاسس بمشكلة، حاسس بفتور، الاسبوع اللي فات عبادتك ما كانتش كويسة فيه، يا رب اعمل ايه؟ يا رب انا عندي ضغوط وعندي مشاكل. وكنا به عالمين. اوعى تظن ان ربنا سابك في لحظة من اللحظات، طول ما انت ما سبتش ربنا، ربنا ما سابكش. وهي دي ولقد آتينا، ولقد ربنا بيقسم، ربنا بيقسم انه هيديك، ربنا بيقسم انه هيرفعك، ربنا بيقسم انه هيمدك، ربنا بيقسم انه هيفتح عليك، ربنا بيقسم انه هينصرك، ربنا بيقسم انه هيغمرك بعطائه وهيغمرك بحنانه، بس انت ادفع الثمن. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. اشمعنى إبراهيم؟ اشمعنى انت اللي ربنا يفتح عليك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يفتح عليك؟ تخيلوا يا اخواني لو كلنا قاعدين الوقت وصلتنا كلنا الوقت رسالة من اكبر شيخ له في قلوبنا كلنا توقير واجلال. تخيلوا احنا قاعدين كده وصلت لنا كلنا رسالة مزد من الشيخ ده، او رسالة فاضية من الشيخ ده، واحد مننا هيقول ايه؟ الشيخ فلان ده له درس في اخر الاسبوع، ان شاء الله باحضره واشوف كان عايز مني ايه. وواحد هيقول اما رنله كده يمكن لما اشوف المزد بتاعتي يتصل بيا لو عايزني في حاجة مهمة. وواحد هيقول يعني الشيخ هيكون عايز ايه؟ بقى لما اتصلش يبقى مش حاجة مهمة. وواحد هيسيب الدنيا وهيسيب حياته وهيسافر يروح للشيخ يقول له انت عايز مني ايه؟ بدام بعت لي رسالة يبقى في حاجة مهمة وخطيرة انت عايزها مني. يا اخوانا هو ده الفرق في التعامل بيننا وبين بعض، في التعامل مع الرسائل الربانية لينا. كلنا بيوصل لنا رسائل ربانية، كلنا بيوصل لنا رسائل معاملة من ربنا سبحانه وتعالى، انما في واحد بيعظم رسائل الربانية، وفي واحد ما بيهتمش، وفي واحد ما بيترجمش، وفي واحد بيتشغل عنها. اشمعنى انت اللي ربنا بيختارك؟ انت معظم علاقتك بربنا، معظم صلتك بربنا. تخيلي كده لو واحد عايش في صحراء مع قبيلة من القبائل، فواحد وراله صورة لعرش مهول، قال له ايه ده؟ قال له ده عرش الملك فلان الفلاني، ده ملك بيحكم مملكة كبيرة قوي في الدنيا معانا يعني. وبعد شوية لقى قوافل الاف الجمال واحمال مهولة معدية، قال لهم ايه ده؟ قالوا له ده دي تجارة من تجارات الملك فلان الفلاني نفسه، اصله غني وعنده تجارات مهولة. شوية لقى ناس قاعدة، واحد بيقول ده انا رحت له الداني والداني، وواحد بيقول ده كريم كرم رهيب، واحد بيقول ده حكيم حكمة رهيبة. تخيلوا شوقه للملك ده هيبقى ايه؟ واحد مرة قعد معاه قال له انت عارف الملك فلان الفلاني اللي كل دول بيتكلموا عنه؟ قال له قال له ده يبقى ابوك، ابويا انا. تخيلوا شوقه انه يشوف الملك ده قد ايه، شوقه انه يوصل له قد ايه، شوقه انه يقطع كل المسافات اللي بينه وبين الملك ده قد ايه. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. تخيلوا يا اخواني ربنا اللي رفع السبع سماوات دي، اللي خلق الشمس والقمر ده، اللي خزائنه لا تنفد، اللي ملائكة السماوات كلها بتسجد له وتعبده ليل نهار، الله ده مولاك، الله ده ربك. انت تشتاق ليه قد ايه؟ على قد ما انت هتشتاق لربنا، على قد ما انت هتتلهف على الوصول لربنا، على قد ما انت هتعظم صلتك بربنا سبحانه وتعالى، على قد ما ربنا هيختارك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل.
الرشد ان ربنا يديك خط سير في الحياة، الرشد انك ما تبقاش تايه. يا اخوانا قضية خطيرة قوي انك انت تبقى تايه. انا ماشي حزين والله يا جماعة، انا ماشي حزين بقول يا ربي، هو الملتزمين والملتزمات لما يجوا في المسجد ويتشحنوا في درس من الدروس، هو الشحن ده او السخونية دي هتكفي انهم يخرجوا ويعيشوا الحياة ويواجهوا الحياة ويتحركوا بالدين في الحياة؟ الناس دي عايزة تتربى، الناس دي عايزة تفهم اكتر من كده، الناس دي عايزة تتربى اكتر من كده، الناس دي عايزة تتوجه اكتر من كده، الناس دي عايزة يتقعد معاها وتتناقش وتتفهم عشان تقدر تخرج بره تواجه الدنيا اللي بره، تقدر تخرج بره تواجه الدنيا الرهيبة بمشاكلها وفتنها الرهيبة بالدين. اخواني في الله عايزين نفهم القرآن عشان نقدر نعيش، عشان نعرف نعيش. انا لما بفتكر نفسي يا اخواني افتكر نفسي ولحد دلوقتي افتكر نفسي لما زعلت مثلا في من موضوع معين فقعدت محبط مثلا ايام ما كنت طالب شهر مثلا محبط مش قادر ان انا اعبد ربنا، مش قادر ان انا اجتهد في العبادة، اما بفتكر المواقف اللي زي دي بخاف على الاخوة، بخاف على الملتزمين الجداد، هيواجهوا الدنيا ازاي؟ لازم حد يفهمهم، لازم حد يأهلهم، لازم حد يوجههم. سبحان الله العظيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده، خط سير، إن ربنا يديك خط سيرك في الحياة، يقولك المرشد السياحي، يقولك المرشد العام لجماعة مثلا إيه الجماعة الفلانية، اللي بيدي خط سير للناس، إن ربنا اللي يديك خط سير في حياتك، إن ربنا اللي يبقى اللي يرشدك في حياتك. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل؟ إيه الجنان اللي أنتوا قاعدين قدامه ده؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ الطريقه اللي سيدنا ابراهيم بيتكلم بيها على التماثيل يا جماعه تدل ان التماثيل دي خارجه من قلبه تماما، تدل انه مش متاثر بيها تماما. اخطر حاجه انك انت تحارب الباطل وهو مش جواك، اهم حاجه انك انت تحارب الباطل وهو مش جواكي. احيانا انت تقف مع شاب تدعوه للالتزام وتقعد تحثه على الالتزام وانت بتتمنى المعاصي اللي الشاب ده بيقع فيها، احيانا انت بتدعي فتاة انها تتوب لربنا والشهوات اللي البنت دي بتعملها انت تتمنيها، ولكن اللي منعك الخوف من ربنا، اللي النموذج ده يا جماعة مش هنقدر ننتصر بيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هيجي النصر على ايديهم اللي بيحاربوا الباطل والباطل مش جواهم. عشان كده سيدنا ابراهيم في الاخر بيقول لهم في الآية 67 بيقول لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. اف اف دي يعني انت قاعد في اوضة مليانة، انت عارف مجاري متعفنة، اكياس زبالة متعفنة، انت مش طايق. مين فينا بيعدي قدام الجامعة يشوف التبرج اللي فيها يقول اف؟ مين فينا لما بيبقى قاعد على النت ويشوف مثلا حاجة مش كويسة جات عرضا يقول اف؟ مين فينا لما بيشوف المتبرجات في الشارع بيقول اف لكم؟ اف دي يعني المعصية دي شيء لا يطاق، يعني كل شيء لا يرضي الله شيء لا يطاق. اللي بالمنظر ده، اللي قلبه بالمنظر ده هو اللي يقدر يواجه الواقع اخوانا، انما مش اللي هيموت على الشهوات ده لما بينزل يشتغل في الدعوة بيرجع. يعني ممكن يوقف شاب يقول له اتق الله وسيب البنت اللي انت ماشي معاها، الولد يتأثر بيه ويسيبها، وهو يرجع البيت الصورة اللي شافها مالية قلبه ومالية خياله، يبقى مش هيقدر يواجه الباطل غير ناس بتحارب الباطل وهو مش في قلبها، غير ناس بتحارب الباطل وهو مش جواها. قلت لكم قبل كده امتى انت هتدعو المغني فلان الفلاني ويلتزم على ايديك؟ لما يبقى انت حبك للقعدة اللي انت قاعدها دي اكتر من حبه للحفلة اللي هو بيديها والشباب يطلعوا يرقصوا على الاستاند اللي هو بيغني عليه حواليه، لما يبقى يقينك في الدرس اللي انت قاعد فيه ده اكتر من يقينه في الحفلة اللي هو بيديها، لما يبقى انت تمسكك باللي انت فيه اكبر من تمسكه باللي هو فيه، لما يبقى فرحك واقتناعك باللي انت عليه اكبر من فرحه واقتناعه باللي هو عليه، ساعتها انت هتكسره. يا اخوانا احنا مش عايزين شباب يسيب المعصية، احنا عايزين شباب يكره المعصية، احنا مش عايزين نسيب معصية الله، احنا عايزين نكرهها، احنا عايزين نمقتها، احنا عايزين لو المعصية جت لنا واتقال لنا انها بلا ذنوب لمجرد انها لا ترضي الله سبحانه وتعالى نفوسنا تعافى، عايزين نعيش احساس اف لكم،
احساس اف ده، احساس ان ده شيء لا يطاق ولا يحتمل. مين اللي فطرته هتتفتح بالمنظر ده؟ فربنا بيقول لك اذ قال لابيه، ابيه نص اللي قاعدين دول عندهم مشاكل في دينهم بسبب اذ قال لابيه، نص البنات اللي تحت عندهم مشاكل في حياتهم بسبب ابيه، بسبب الاب، بسبب الام، بسبب الاسره، بسبب حرب الاسره بتاعتك على دينك، بسبب حرب اصحابك على دينك. يا اخوانا سيدنا ابراهيم كان عنده مشاكل في التزامه، سيدنا ابراهيم ما التزمش وانطلق لقى الطريق مسافلت قدامه، لقى ابوه بيقول له لارجمنك، ولقى قومه بيقولوا له لنحرقنك، ولقى الدنيا كلها، ولقى النمرود بيقول له لاحرقنك، لقى الدنيا كلها واقفه في وشه. مفيش دين من غير مشاكل يا جماعه، انما لما الاخ ده التزامه واقف بسبب حرب والده عليه في التزامه، والاخت دي التزامها واقف بسبب مشاكلها مع زوجها او خطيبها، او والاخ ده دينه واقف بسبب مشاكله التجاريه، والاخ ده دينه واقف بسبب تريقه اصحابه عليه من ساعه ما دخل الالتزام، والاخ ده عنده مشاكل بسبب ظروفه الاجتماعيه او الماديه او يا اخوانا يا اخوانا كده كده الطريق مليان صخور، اما ان الصخور دي تتعثر فيها، واما ان الصخور دي تبقى سلالم تطلع عليها. حول الصخور لسلالم. مفيش طريق من غير مشاكل، مفيش طريق في الالتزام من غير مشاكل. انتوا عارفين لما شاب يحب اول عضله بتاعته يعمل ايه؟ يقوم يجيب حديد ويقعد يعمل ايه؟ يحرك العضله كده بالحديد، تقوم العضله تشتغل ضد مقاومه، تقوم العضله تكبر. اهو ده لطف ربنا بينا لما بيحصل لنا مشاكل في التزامنا او معوقات بتلاقيها في حياتك ضد التزامك. ليه؟ ان انت بتبقى شغال ضد مقاومه فعضلاتك الايمانيه تقوى. يا اخوانا لما الدعوه بتتمنع، لما بيتوقف في طريق الدعوه، اوعوا تفتكروا ان الدعوه بتقف، ده بتبقى عامله زي الكتكوت جوه البيضه. الناس بتبص للبيضه تلاقيها زي ما هي، تاني يوم البيضه زي ما هي، تالت يوم زي ما هي، بعد 10 أيام زي ما هي، انما جوه البيضه دي في حاجه بتتكون، في جنين بيتكون، في كائن كل يوم بيتكون عن اليوم اللي قبله. فبيبقى المنظر من بره ان انت واقف، ان انت مشلول، ان انت في مشاكل موقفاك، انما طول ما انت بتجاهد وثابت على عبادتك وعلى التزامك، انت من جوه ايمانك قاعد يتخلق، انت من جوه بتكبر. يا اخواني في الله، عارفين النيل لما بيجري المياه فيه بتجري، لما يقوم المجرى بتاعه الضيق في مكان من الاماكن، النيل ما بيقفش، بالعكس ده انت تشوف المياه في المجرى الضيقه دي تلاقي سرعه المياه زادت اكتر. اهو ده اللي بيحصل للملتزم لما بيحصل له مشاكل، لما بيضيق عليه، لما اسرته تضيق عليه، لما المجتمع يضيق عليه، لما اهل الباطل يضيقوا عليه، سرعته في الدين بتزيد، انطلاقه في الدين بيزيد. يا اخواني في الله، انا عايز اقول لكم ان مفيش واحد ما عندوش مشاكل. لما كل واحد مننا مشكلته تشلله حياته وتشلله دينه، محدش هيوصل لربنا. عشان كده اذ قال لابيه، ازاي انك تحول الصخره لسلمه تطلع عليها؟ ما تحولش الصخره لجدار يقف في طريق تقدمك في الدين. واجه مشاكلك، خليك عاقل يا ابني، لعل ان ربنا اذن سبحانه وتعالى يبقى لينا في الاعتكاف ان شاء الله، يعني ان جت فرصه يعني ان شاء الله باذن الله، يبقى في سلسله اللي هي كيف واخواتها، اللي هي كيف اتعامل مع مشاكل الالتزام بتاعتي، ازاي اواجه مشاكل ديني، ازاي اواجه المعوقات اللي بتواجهني. ولكن اوعى اوعى مشاكلك توقفك. اذ قال لابيه وقومه، ربنا ما قالش اذ قالوا لابراهيم فقال، ده ربنا قال الاول قال، يعني اللي بدا ابراهيم معركه الحق والباطل، اللي بيبداها هو الحق، اللي بياخد زمام المبادره فيها هو الحق، انما احنا الوقت عايشين رد فعل يا جماعه. الحقوا ده مش عارف اتريقوا على المنقبات في ايه، عايزين نرد. الحقوا ده بره شتموا النبي وعملوا ايه، عايزين نرد. احنا حياتنا كلها ردود افعال، انما لو احنا ملتزمين بجد احنا اللي هنبقى افعال، والباطل هو اللي هيبقى ردود افعال. عشان كده انت لو بصيت لآية 52 هتلاقي اولها قال، آية 53 قالوا، آية 54 قال، آية 55 قالوا، آية 56 قال، آية 59 قالوا، آية 60 قالوا. هو ايه ده يا جماعة؟ قال قالوا قال قالوا. انا عايزك تتخيل
ان الحوار اللي هندخل فيه الوقت ده يا جماعه مش بين فريق وفريق، مش بين مجموعه ومجموعه، ده فرد واقف قدام بلد كامله من اول الحاكم بتاعها. الاصنام اللي ابراهيم حطمها الوقت يا جماعه مصنوعه في بيت ابراهيم، ابوه اللي عاملها. الاصنام اللي ابراهيم هيحطمها الوقت اللي عاملها بايديه ابو ابراهيم آزر. الاصنام اللي ابراهيم هيحطمها الوقت هي الاصنام اللي خرجت من البيت اللي ابراهيم خرج منه، البيت اللي خرج منه الاوثان، هو اللي خرج منه اللي حطم الاوثان. وده لطف ربنا سبحانه وتعالى. اهل الباطل بيمكروا بالدين الوقت، اهل الباطل بيمكروا بالدعوة الوقت، انما عمرهم ما يتخيلوا الدين هيخرج النصر بتاعه منين. ممكن يقفلوا المساجد ويفاجئوا ان الدين خرج من مكان تاني خالص، ممكن يقفلهم قنوات الدعوة ويفاجئوا ان الدعوة انتصرت من طريق تاني خالص. وهو ده اللي ربنا بيذل بيه الجبابرة كل ما يحاولوا يقفلوا طريق الدعوة او يحاولوا يقفوا في وش الدعوة. البيت اللي خرج منه الاوثان هو اللي خرج منه محطم الاوثان، هو اللي خرج منه ابراهيم، هو اللي جعلها جذاذة. يبقى مين اللي هيقدر يحارب ربنا؟ هيحاربوه ازاي؟ هيحاربوا ربنا ازاي وربنا بيحاربهم بيهم هم نفسهم؟ مكرهم نفسه، تخطيطهم نفسه، أسلحتهم نفسها، جنود من جنود ربنا اللي بيحطمهم بيها، اللي بيدمرهم بيها. سبحان الله العظيم. إذ قال لأبيه، يبقى اوعى تنسى ان ده واحد واقف قدام بلد، اوعى تنسى ان الحوار اللي احنا داخلين فيه ده بطل واقف قدام قوم باجمعهم بقوتهم بهيلمانهم بعددهم. اوعى تنسى القوة اللي سيدنا ابراهيم فيها. عشان كده يا اخواني في الله اهم حاجة انك انت تحارب الباطل وانت ما انتش خايف منه. اخطر حاجة انك انت تحارب الباطل وانت ما انتش خايف منه. عشان كده شوف كده معايا في آية 58 ربنا بيقول فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، حاجة مهولة، لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ يخرب بيتكم آلهتنا، شايفينها متحطمة قدامهم، الغبي هيفضل غبي. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو إيه قالوا؟ قالوا قالوا سيدنا إبراهيم يا أخوانا قلب الدنيا، الدنيا اتقلبت بسبب حاجة عملها إبراهيم. سيدنا إبراهيم فجر قنبلة قلبت المجتمع كله. طب ما انتش خايف يا إبراهيم؟ لا مش خايف. في الآخر قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني شوف الدنيا مقلوبة. قالوا 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 وقتوا به على أعين الناس، وعايزين نعمل حشد شعبي واحشدوا المناطق الشعبية وهاتوا تفويض من الشعب ان احنا نعمل في إبراهيم ما نشاء. وي 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 سيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. ايه ده يا اخوانا؟ اخطر حاجة انك تحارب الباطل والباطل ما هوش في قلبك. اخطر حاجة انك تحارب الباطل وانت مش خايف منه النموذج اللي الباطل ما بيقدرش يتعامل معاه، اللي بيحارب الباطل هو مش خايف منه. عشان كده من اول سورة في القرآن ربنا بيقول كلا لا تطعه واسجد. سيدنا محمد ممنوع من السجود في الكعبة، ربنا بيقول له كلا لا تطع واسجد، تعال اسجد وما تخافش واقترب. بعض المفسرين قال لك اقترب هنا اي اقترب يا ابا جهل، اقترب يا من تهدد محمد. طب قرب كده وشوف هيحصل فيك ايه، طب قرب كده وشوف ربنا هيعمل لك ايه. ايه ده؟ ايه المعاني دي يا اخوانا؟ معنى ان ربنا بيربي الامة ديت على انها تواجه الباطل وهي مش خايفة منه. من الكلمات الخطيرة اللي بيوصف فيها سيدنا خالد بن الوليد ان الروم كانوا في عينه ادق من النملة، ان الروم كانوا في عينها عاملين زي الحشرة، انه كان بيحارب امريكا ومش خايف منها، انه كان بيحارب الباطل ومش خايف منه. المشكلة الوقت ان الملتزم جواه الخوف من الباطل، جواه تعظيم الباطل، انا مش عايز اقولك جواه حب الباطل، جواه حب المعصية، جواه حب الشهوة. انما سيدنا ابراهيم يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك آية يعني آية غريبة جدا، بيقول لك فأقبلوا إليه ايه؟ يزفون. يزفون ديت في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام
دخل على أم السائب رضي الله عنها وهي بتتنفض من الحمى، فقال لها: مالك مالك تزفزفين يا أم السائب؟ مالك بتتنفضي كده ليه؟ بترتجفي كده ليه؟ بترتعدي كده ليه؟ أقبلوا إلي يزفون. تخيل 1000 واحد داخلين عليك بيتنفضوا من الغضب، بيرتجفوا من الغضب، فأقبلوا إليه يزفون. هما فاكرين سيدنا إبراهيم أول ما يشوفهم هيقوم طالع يجري مثلا، ولا يقع من طوله، ولا يقوم بايس إيديهم ويقول لهم أبوس إيديكم سيبوني، ولا يخاف، ولا يعمل إيده كده. أقبلوا إليه يزفون، وإذا بالبطل ينتفض. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. سيدنا إبراهيم كسرهم، سيدنا إبراهيم كسر الصلابة اللي جواهم. ليه؟ لأنه بيواجه الباطل وما هوش خايف من الباطل. دي أخطر ميزة يا إخوانا، اللي هينتصر على الباطل اللي بيواجهه هو مش خايف منه، اللي بيواجهه هو محتقر ليه، اللي بيواجهه. تعرفين يا إخوانا الموضوع عامل زي إيه بالظبط؟ تخيلوا كده إمبراطور مثلا بيحكم مثلا، تخيل إن الدول العربية دي كده إمبراطورية كبيرة مثلا، أو العالم إمبراطورية، فالإمبراطور بيحكم مثلا قارة أوروبا أو إفريقيا أو آسيا مثلا. فالإمبراطورية دي تبعها دولة اسمها مصر، الدولة دي تبعها محافظة اسمها الدقهلية. المحافظة دي اللي كل ده تحت سلطة الإمبراطور وفي مملكة الإمبراطور، المحافظة دي تبعها مدينة اسمها المنصورة، المدينة دي تبعها قرية اسمها أي اسم، القرية دي تبعها عزبة 15 بيت صغيرين، العزبة دي تبعها نجع، بيتين كده صغننين جنب بعض كده. النجع ده الامبراطور عين عمدة للنجع ده، فقام العمدة بتاع النجع ده لما الناس بتوع النجع وقال لهم ايه؟ انا ربكم الاعلى. فتخيل كده الامبراطور لما يبعت قوة من عنده او واحد من عنده يقول روح ادب اللي هناك ده، اللي رايح من طرف الامبراطور للعمدة بتاع النجع ده يبقى خايف منه؟ مش ممكن يبقى خايف منه. خايف منه ازاي؟ اللي عارف قدر الله وقدر اهل الباطل مش هيخاف من الباطل وبيواجهه. يا اخوانا هيفهم يعني ايه كلا لا تطح وازيد واقترب. اللي عارف، عشان كده لما حصلت الازمة بتاعت عام الحزن واذى المشركين اشتد، ربنا عمل ايه؟ ربنا رفع النبي 7 سماوات بل فوق سدرة المنتهى، بل حتى حجاب النور. ليه؟ بص بقى على الباطل من فوق بقى، بص على 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 الباطل اللي قاعد يعذب المؤمنين ده من فوق بقى، وايه وشوف كده الباطل ده حجمه ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ينزل وهو مطمئن القلب. عشان كده يا اخواني في الله زي ما بقول لكم ان اهم حاجه انك تحارب الباطل وانت ما انتش خايف منه. هم دول الرجاله بقى، هم دول اللي ربنا بينصر بيهم الدين. طب ما انا مش خايف منه ازاي؟ شجاعه، مش شجاعه، انك انت عارف قدر الله وعارف قدر المخلوق. صراصير واقفه في مينا وقاعدين يقولوا احنا هنحرك السفن، احنا هنغير مجرى السفن العملاقه. يا عم انت صرصار، يا عم انت حته حشره وما تجيش حشره في الكون اصلا، يا عم ده انت تعيينك او ماسكك للملك بتاعك او زوالك عنه زي صرصار واحد داس عليه في امريكا الجنوبيه وهو ماشي في شارع من الشوارع. يا عم ده انت لا شيء اصلا. عشان كده سيدنا ابراهيم اما دخل على ابوه في سورة مريم قال له كلمة غريبة جدا، قال له: يا ابتي لما تعبد ايه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انت بتعبد وهم، انت خايف من وهم، انت بتحب وهم، انت عايش حياتك كلها بتدور حوالين دخان ولا ينفع انه يبقى دخان حتى، انت حياتك كلها حوالين وهم من الاوهام. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا شيء، لا شيء في مسيرة الحياة. انت بتعبد ايه؟ انت سايب ربنا عشان ايه؟ سيدنا ابراهيم يا اخوانا كان امام في ان قلبه ده يبقى بتاع ربنا بس. عشان كده ربنا بيقولك اذ جاء رباه بقلب ايه؟ سليم. مفيش فيه غير ربنا عارف. اما اقولك الترابيزه دي سليمه يعني ايه؟ لا اتخدشت ولا رجل اتكسرت ولا درج اتكسر ولا توكا ولا بتاع دي اسمها ايه ديت البتاع اللي بتسحب الدرج لبره وتدخله لجوه ده، ولا واحده وقعت، سليم. اذ جاء ربه بقلب سليم. نرجع تاني. اذ قال لابيه وقومه، ده واقف في وش الدنيا كلها، ده ما عندوش خطوط حمراء، مفيش خطوط حمراء عند سيدنا ابراهيم يا اخوانا. ما هذه التماثيل
التي أنتم لها عاكفون. لا ده الكلام بقى، كلمة عاكفون دي لازم لها وقفة. عاكفون يعني يا أخوانا؟ ده اعتكاف يا جماعة. اعتكاف ده كم ملتزم بيعرف يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؟ كم واحد بيعرف يعتكف أصلا؟ وتلاقي الأخ يقولك ده موسم يا عم، ما أقدرش إن أنا أعتكف الوقتي، أنا بقى أجيلك وأصلي معاك التهجد كل ليلة وخلاص، إنما ما أقدرش أسيب الموسم، ما أقدرش ما أقدرش ما أقدرش. الاعتكاف ده يا جماعة، يا أخوانا أنا نفسي أخ يبقى عنده همة المغني الفلاني اللي بيقولك أنا بشتغل 15 ساعة في اليوم. أنا نفسي أخ يبقى عنده الهمة دي. يا جماعة أهل الباطل عندهم علو همة يحزن القلب. إحنا على طول بنتكلم عن علو همة سيدنا نوح، وهذا حق. 950 سنة في الدعوة إلى الله وناسيين علو همة قوم نوح. 950 سنة في حرب الدعوة إلى الله. يعني أنا مين فينا أهل الباطل وصلوا من علو الهمة إن 950 سنة قاعدين يحاربوا في دين ربنا؟ يعني مبهورين بعلو همة سيدنا نوح، وهذا حق. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إنه كان شغال في الدعوة ليل نهار، وناسيين علو همة قوم نوح اللي كانوا بيصدوا عن سبيل الله ليلا ونهارا، بيصدوا عن سبيل الله ليل ونهار. أهل الباطل عندهم همة. يعني كنت عايز أعمل بحث صغير كده في عبادات أهل الدنيا للدنيا. يعني لما أقول لك مثلا قوم الليل، كم واحد فينا بيقوم الليل؟ طب تعال شوف بقى أهل الدنيا بيقوموا الليل عشان الدنيا إزاي. تعال شوف الطالب اللي بيطبق طول الليل عشان يذاكر ازاي. تعال شوف اهل الدنيا بيطبقوا ازاي طول ما هم. تعال شوف التطبيق بتاع اهل الدنيا عشان الدنيا وقبل اهل الدنيا بيعتكفوا. هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اهل الدنيا بيعتكفوا عشان الدنيا، اهل الدنيا بينفقوا عشان الدنيا، اهل الدنيا بيضحوا عشان الدنيا. كل العبادات اللي بتطلب منك هنا اهل الدنيا بيعملوها بس عشان الدنيا، ما بيعتبروش ان دي بطولات ولا حاجة. عبادة الهجرة، الهجرة. كام واحد في تاريخ البشرية يا اخواني هاجر عشان ربنا؟ حد يقدر يحسبها لي كده؟ سيدنا ابراهيم اهو في القصة اللي احنا بنقولها دي، اول من هاجر في سبيل الله في الكرة الارضية كلها، اول واحد هاجر في سبيل الله في الارض كان ابراهيم، وخد معاه لوط وسارة. بعد كده مين اللي هاجر؟ سيدنا محمد. كان معاه كم واحد هاجر؟ كان معاه 100 صحابي، كان معاه 200 صحابي بزوجاتهم وولادهم، كانوا 300 صحابي بكل متعلقاتهم وزوجاتهم وولادهم. يا اخوانا عدد اللي هاجروا لكندا من الأمة العربية 5000 ضعف اللي هاجروا عشان الدين طول تاريخ البشرية. عدد اللي هاجروا لأمريكا بعد ما خدوا اللوتري ولا هاجروا في أي دولة عشان الفلوس 5000 مليون ضعف اللي هاجروا عشان ربنا في الدنيا. احنا بنبص للي هاجر عشان الدين، او اللي يرحل في طلب العلم، ده سافر الهند اصل فيه علماء في السنة اقوياء هناك، يقولك ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ كم واحد يوميا بيسافر عقد عمل عشان الدنيا ويروح ينام على البلاط ويروح يتبهدل ويروح يتمسح به الارض، ولا يعرف ياخد مراته ولا يعرف ياخد اولاده، ومراته تفضل 6 7 سنين مش قادرة تشوف جوزها غير كل سنتين مرة، ومراته مستحملة واولاده مستحملين، وهو صابر وقابض على الجمر وصابر، وكل الناس تقول الله يعينه بيسعى على رزقه، في حين ان لو واحد عمل كده شهر عشان الدين الدنيا كلها تفضحه. عملت ايه؟ ازاي؟ هو ده الدين؟ هو مين اللي قالك كده؟ تعالوا شوفوا يا اخوانا اهل الدنيا عملوا ايه عشان الدنيا. والله العظيم صلوا لها وصاموا لها ولا حد قال حاجة، انما عشان دين ربنا. هو ده الدين؟ هو الدين ان احنا نضحي وان احنا نقدم وان احنا نجاهد؟ يا ابني الدين مش كده. ساعة وساعة يا عم الشيخ، خلاص يا عم خليك فاهمها كده، انت حر. انما الدين اللي بنتعلمه من القرآن مش كده. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. خد بالك بقى ان بيقول لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما قالولوش وجدنا اباءنا لها عاكفين،
قالوا له وجدنا ابانا لها ايه؟ عابدين. الاعلى العباده ولا الاعتكاف على العباده؟ الاعلى الاعتكاف. يبقى اذا الجيل الاولاني كان بيعبد، الجيل الثاني اعتكف، الجيل الثاني طور العباده. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان المعصيه عمرها ما هتقف عند حد ابدا. اوعى تفتكر ان المعصيه هتقف عند حد. شفتوا انتوا قلوبكم بتتقطع ازاي؟ سواء اخوه او اخوات، لما بتخرجوا بره المسجد وتشوفوا التبرج وتشوفوا العري والسفور وترجعوا تقولوا ياه احنا حزانة، انتوا فاكرين ان الموضوع هيقف على قد كده؟ ده انتوا لو سكتوا وبطلتوا دعوة بكرة تشوفوا الزنا في الشوارع، بكرة تشوفوا الزنا في الشوارع، بكرة تشوفوا اللي لم تكونوا تتخيلوه. المعصية لا تتوقف عند حد، الفجور لا يتوقف عند حد. ربنا بيقول ثم رددناه ايه؟ اسفل سافلين. هو الفجور ده، الفجور بيفضل لحد ما الانسان يبقى اوطى من الحيوان، ابشع من الحيوانات والعياذ بالله. يبقى اذا يا اخواني في الله المعصية لن تتوقف. اللي بيوقف المعصية ان اهل الحق ينزلوا، ان اهل الحق يشتغلوا في الدعوة بس. انما لما اهل الحق بيسكتوا المعصية مش هتسكت. بكرة المعصية تدخل لك بيتك غصب عن عينك. لو قفلت التلفزيون وكسرته وعملت الصندوق بتاعه عشة فراخ، وقفلت النت وكسرته، وقفلت الشبابيك وكسرتها، الفساد هيدخل لك من تحت عقب الباب لو انت ما واجهتوش، لو انت ما دعيتش الى الله وحاربته. قالوا وجدنا ابانا. يعني ايه وجدنا ابانا يا جماعة؟ الناس دي مش بتلعب يا اخوانا، الناس دي عندها خط سير يا جماعة، الناس دي بتورث بعض جيل ورا جيل. نفس الكلام اللي فرعون قاله لموسى في سورة الشعراء، هو الكلام اللي ابو لهب قاله للنبي من 1400 سنة، هو الكلام اللي بيتقال لنا الوقت في الاعلام في برامج التوك شو. تشابهت قلوبهم، هو نفس الكلام. اهل الباطل عندهم خط سير يا جماعة، اهل الباطل ليهم خط سير. انت مالكش خط سير ليه؟ انت مالكيش خط سير في الدين ليه؟ انت مالكش خطوات واضحة، عارف مراد ربنا منك ليه؟ انا مستعد اوقف الوقت ناس واسألهم سؤال مباشر، قل لي مراد ربنا منك ايه؟ واحد يقول لي ان انا احب ربنا يا ابني انا مش بقول لك مشاعر الوقت، انا بقول لك كلام عملي. قل لي الوقت انت لما هتخرج من الجامع الاسبوع ده، انت اعتقادك ان ربنا يرضى عنك لو عملت ايه او ما يرضاش عنك لو سبت ايه؟ قل لي يا ابني خط سير يا ابني، قول لي كلام عملي، قول لي روشتات عملية. احنا لما بنسخن الناس في الدعوة ثم نترك الناس بدون توجيه وخط سير، نحن نجرم في حق الناس، نحن ننشئ مرضى نفسيين مش ننشئ ملتزمين. اوعى حد يضحك عليك يقعد يسخنك وفي الاخر ما يقولكش تعمل ايه. يعني ما بنحاول نكافح هنا ان احنا نعمل ورش واقول لك الصحبة ايه، ان احنا نعمل تحفيز واقول لك الطريقة اهو، ان احنا نعمل خطوات خط سير، ان احنا نتكلم عن الصيام عن القيام، ان احنا نتكلم عن الحالة الاجتماعية بيننا وبين بعض. احنا يا جماعة بنحول الكلام بتاع الشحن ده لكلام عملي. انا في الاخر هخرج اعمل ايه؟ انا في الاخر المقامات اللي انت قاعد تكلمني عنها دي، ان اواجه الباطل وهو ليس في قلبي، وان ادعو العصاة والمعصية ليست في قلبي، وان انا ربنا يبقى اغلى حاجة عندي في الحياة. يا عم انا مش كده، انا مش كده، وانا عارف ان انا مش كده، وانا عارف ان انت مش كده. قال له امال الكلام ده بيجي ازاي؟ الكلام ده بيجي مش لما تقعد تحرق قلبك بالكلام ده، بيجي لما تنفذ التوصيات اللي احنا بنتكلم عنها، لما تنفذ خط السير، لما تواصل في الصيام بتاعك، لما تواصل في القيام بتاعك. وهو ده اللي احنا هنقوله الوقت بقى يا جماعة. شوفوا بقى بيقول ايه؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، لما طلعنا في برامج التوك شو بعد 25 يناير، وشوف التمييع بقى اللي على اصوله، وشوف بقى ابراهيم بيقول لهم انتم واباؤكم في ديت يعني مغمورين ضلال وكمان مبين. يعني اللي مش شايف انكم ضلاليه يبقى اعمى ما بيشوفش، ضلال مبين زي الشمس في وسط السماء. قال لقد كنتم لا، واللام هنا لام القسم، ابراهيم بيقسم بالله انهم شويه ضلاليه.
انتم واباكم واباؤكم. هنا مش شرط معناه ابوه يعني مش محمد احمد يبقى قصده احمد، لا، اباؤكم دي لما يقولك مثلا فلان وفلان وفلان دول اباء الليبرالية، فلان وفلان وفلان دول اباء العلمانية، فلان وفلان وفلان دول اباء الفكر الالحادي، فلان وفلان وفلان دول اباء الفكر الربوبي، فلان وفلان وفلان دول اباء الفكر الماركسي. يبقى الاباء دول في ابوة روحية. فسيدنا ابراهيم ما عندوش خطوط حمراء اخواننا وبيحارب الباطل. قال لقد كنتم انتم وايه واباؤكم في ضلال مبين. القضية ان مفيش خطوط حمراء بيخاف منها، مش والله لا اصل الناس دي ماتت وبلاش نتكلم عن الناس ماتوا وخلاص بقى افضوا الى ما قدموا وهم الوقت بين ايدين ربنا. وفي ضلال مبين، انتم واباؤكم، انتم واللي انتم بتفتخروا بيهم من 5000 سنة، كل ده ضلال. ازاي هو كده؟ الحق حق. القوة يا اخوانا القوة. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. في ضلال مبين ديت ان سيدنا ابراهيم شايف الباطل باطل يا اخوانا. يعني هنرجع تاني لنفس القضية، انت يا ابني شايف المعصية معصية؟ لما اخ يجي يقول لي ايه، يقول لي انا مش قادر استحمل المعاصي اللي بتحصل في النادي الفلاني او في ساحة الجامعة، اقول له يا ابني انت مجرم. يقول لي انا مجرم ليه؟ اقول له يا حبيبي لان ده مش معصية. يقول لي امال ايه؟ اقول له ده فجور. يعني لما يجي قاضي واحد مثلا طلع على واحد ومراته دبح الراجل وعملوا لانشون وكفتة وقام مختصم مراته وبعد كده ضربها في الخلاط وبعد كده عملها اكياس كفتة وبحها، فيقوم الراجل ده يتقبض عليه، يقوم القاضي يقول هذا المجرم حكمت عليه ب6 شهور سجن. يبقى مين المجرم؟ القاضي. القاضي هو اللي مجرم، بقى اللي عمل ده ياخد 6 شهور يا مجرم. هو بالظبط كده. هو انت عايز تقول لي ان اللي بيحصل الوقت ده اسمه معصية؟ ده فجور والعياذ بالله. هو ده الفجور والعياذ بالله. يبقى انك انت في ضلال مبين، انك انت تشوف الحاجة على حقيقتها، انك تشوف المعصية على حجمها الحقيقي، انما مش تتهاون مع اللي بيحصل. مش يبقى كل قضيتك ازاي ان انا ما افتنش بالمعصية. طب وبعدين؟ وبعدين ومين اللي هيغير؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. اتكسروا بقى، ما هو 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 داخل عليهم دخل اسد ما شاء الله، فهو اتكسروا قدامه. اهل الباطل عمرهم ما قالوا الكلام ده. ده الشخصيات اللي زي سيدنا ابراهيم بس اللي اهل الباطل بيتكسروا قدامها. يعني ساعات تلاقي شاب التزم كده وينزل لاصحابه يقعدوا يمسكوه بقى اشتغالات، وانت عامل ايه؟ وانت ضحكوا عليك وانت. وساعات تلاقي واد ملتزم جديد يمسكهم يشوشهم، يمسكهم عارفين الكونغ فو اللي هو يجي يضربك الضربة تقوم جايبها على ساعد ايدك وتقوم قلبه، قوة الضربة اللي هو بيضربها تستخدمها ان هو يتقلب بيها. وساعات واد دارس كونغ فو ايماني حلوة قوي يجوا يضربوه يقوم قلب الترابيزة عليهم ويكلمهم في الدين، يلففهم كلهم حوالين نفسهم ويخلوهم يقولوا له، يعني سبحان الله، يتمنوا ان كل واحد منهم يقعد معاه لوحده عشان يحكي له مشكلته. ليه؟ حسوا ان ده ملتزم بجد. ففي ملتزم هش ضعيف بينزل بيتهاجم، وفي ملتزم قوي راجل بينزل بيغير. سيدنا ابراهيم كسرهم. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. الله اكبر. وانا على ذلكم من الايه؟ من الشاهدين. جاب الشهاده دي منين؟ يا ابراهيم عليه السلام، هو انت شفت ربنا وبيخلق السماء؟ هو انت شفت الارض وبتتخلق؟ هو انت شفت الملائكه وبتتخلق؟ هو انت شفت الانسان وبيتخلق؟ من الشاهدين فين؟ جبت من الشاهدين دي منين؟ جبت الشهادة دي رأي عين؟ انت شفت فين؟ يا اخوانا ربنا لا يعبد الا باليقين. يا اخوانا ربنا لا يعبد بالشك. ربنا لا يجرب. يعني لما كنت بكلم حد كده من يومين فبكلمه في اجابة الدعاء، حاسس ان الشك في عينيه، ان الهزة جواه. هو انت شاكك؟ افي الله شك؟ انت عندك شك في قدرة ربنا على اجابة الدعاء ورحمة ربنا وانه سميع الدعاء؟ يا اخوانا وانا على ذلكم من الشاهدين. دي الكلمة اللي انت بتقولها عشان ينفع تدخل الدين ده. بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. وانت شفت الكون ولقيت ما فيش غير ربنا؟ هو انت شفت ربنا اصلا؟
امال بتقول اشهد ازاي؟ واشهد ان محمد رسول الله. هو انت شفت جبريل ونازل للنبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ما شفتش الكلام ده بعيني. امال ايه؟ ده يقين بالقلب. الكلمه بتاع سيدنا عثمان بن عفان: والله لو تهتكت الحجب ورايت الجنه ورايت النار ورايت ربي ما زدت يقينا. يا جماعه هنتعرض لامتحانات صعبه قوي لحظه الموت. يا اخوانا لحظه الموت الشيطان هيجي يحاول يموتك، يهودي او نصراني. واوعى تستبعدها. انت 17 مره كل يوم بتدعي ربنا انك ما تموتش يهودي ولا نصراني، بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني انا عايز اقولك لحظه الموت انت جهزت اليقين اللي هتموت بيه؟ جهزت اليقين اللي هتدخل قبرك بيه؟ جهزت اليقين اللي هتمتحن سؤال الملاكين في القبر بيه؟ يا اخوانا الحياه عايزه يقين. يا جماعه مشاكل الحياه عايزه يقين، والا الانسان هينهار في الاخر والعياذ بالله، ممكن يشك. عايز يقين. انت جهزت اليقين اللي تواجه بيه الحياه، وانا على ذلك من الايه؟ من الشاهدين. عشان كده ربنا بيقول لك: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. ويرى ده يقين، كانه شايف بعينيه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هو أنا شفت الكون بيسجد يا رب؟ ده يقين بقلبك كأنه شايف. أنا شايفه بعينيه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يقين إنك أنت تبقى شايف بقلبك كأنك بالظبط شايف بعينيك. اليقين يقين القلوب، وأنا على ذلكم من الشاهدين. يبقى النقطة الخطيرة هنا إيه بقى اللي أنا كنت عايز أقولها من دقيقتين؟ سيدنا إبراهيم في آية 54 بيقول: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال إيه؟ مبين. يبقى رأى الباطل باطل. في آية 56 بيقول: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الإيه؟ من الشاهدين. يبقى رأى الحق حق. يبقى سيدنا إبراهيم في الأول شاف الباطل على حقيقته، بعد كده شاف الحق على حقيقته. خد بالك، هنخرج من النقطة دي بفايدتين في غاية الخطورة. الفايدة الأولى إن عمر الحق ما هيسكن قلبك إلا لو الباطل خرج من قلبك. سيدنا إبراهيم الأول شاف الباطل باطل، بعد كده قال من الشاهدين. الحق بقى في قلبه حق. عمرك ما هتقدر يدخل في قلبك الصح إلا لما يخرج من قلبك المشاعر الغلط. عشان كده الشاب اللي متعلق بفتاة، الشاب اللي على علاقة محرمة بفتاة، لو سمع 1000 درس يا ابني الكلام اللي احنا بنقوله ده مش هيدخل قلبك. ليه يعني؟ هو انت اللي خلقت قلبي؟ مش انا اللي خلقت قلبك، سبحان ملك الملك. انما يا ابني الحق ما بيدخلش غير لما الباطل يخرج. الشاب اللي قاعد وسطنا ومدمن لمواقع إباحية، البنت اللي قاعدة وسطنا وعلى علاقة محرمة، الشاب اللي قاعد وسطنا وبيتفرج على صور محرمة او مدمن عادة سرية ومش راضي يواجه المشكلة، الشاب اللي قاعد وسطنا وعلى علاقة بفتاة محرمة، الشاب يا ابني الحق مش هيدخل قلبك غير لما الباطل يخرج من قلبك. لازم تجاهد الباطل، حتى لو فضلت تقع في المعصية بس وانت بتجاهد الحق هيدخل قلبك. انما لما تستسلم لمعصية وتقول وانا هعمل ايه بقى، خلاص هعمل ايه، انت حر. هتلاقي المعاني بتسمعها بودنك ومش بتدخل قلبك. يبقى لازم الباطل يخرج من القلب عشان الحق يدخل. المعنى التاني الخطير جدا ان سيدنا ابراهيم بيزيد يا جماعة، مش الايمان يزيد، ان سيدنا ابراهيم بيزيد يا اخوانا. سيدنا ابراهيم كان الوقت بيقول في ضلال مبين، شوية بيقول انا على ذلكم من الشاهدين، شوية هينزل الواقع ويحطم الاصنام. انك انت تقابل الاخ كل ما تقابله تلاقيه في زيادة، انك انت تفضل على طول في زيادة، انك انت ما تنزلش، اللي هيثبت مكانه هيقع، انك انت تفضل على طول في زيادة. طب افضل على طول في زيادة ازاي؟ انك تستمر على اعمال الايمان، انك تثبت على اعمال الدين وعلى بيت الايمان. يبقى قضية انك انت تفضل باستمرار في زيادة ده قضية خطيرة جدا، ودي من الخصائص المهولة في قصة سيدنا إبراهيم في القرآن كله. إن سيدنا إبراهيم ما بيقفش، إن سيدنا إبراهيم على طول كل آية بمقام إيمان جديد، كل آية بحال جديد، كل آية بفتح جديد في حياته. هي دي حياة المقبل على الله يا جماعة، إنه على طول في زيادة إيمانية وفي زيادة في صلته بالله سبحانه وتعالى. عايزين نكمل بقى في الآيات اللي احنا بدأناها إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد.
خد القرار ده ازاي يا جماعة؟ ازاي سيدنا ابراهيم قدر ياخد القرار ده؟ اقرأ كده. وتالله انا عايزك تتخيل ازاي انسان قدر ياخد القرار ده. وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. هي الجريمة دي عقوبتها في القانون ايه؟ في كل القوانين اللي في العالم عقوبتها ايه؟ اعدام. اعدام فورا بدون محاكمة. سيدنا ابراهيم خد القرار ده ازاي؟ عارفين خد القرار ده امتى؟ حد يبص في الآية كده ويشوف خد القرار امتى؟ حد يبص كده يشوف القرار ده اتخذ امتى؟ وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. قرار اتخذ امتى؟ بعد ما قال ايه؟ وانا على ذلكم ايه؟ من الشاهدين. بعد اليقين، بعد كلمة اليقين. يبقى هتقدر تاخد اخطر قرارات في حياتك وفي علاقتك بربنا لما توصل اليقين. يبقى انت قضيتك ان منسوب الايمان يزيد في قلبك. يعني لما نقول سيدنا ابراهيم خد القرار ده ازاي، هنقول ايه؟ انه الايمان. هو الايمان يا ابني. سيدنا سليمان خد قرار لا يمكن حد يتخيله، ها؟ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال اني انا احببت حب الخير عن ذكر ربي. انا حاجة تشغلنا عن ذكر ربنا حتى توارد بالحجاب. خد قرار ردوها علي فطفق مسحا. ازاي خد قرار انه يذبح 20,000 فرس؟ خد القرار ازاي؟ انه الايمان يا جماعة، انه الايمان. القرارات دي اخطر قرارات في علاقتك بربنا، مش هتقدر تاخدها غير لما ايمانك يزيد. عرفت ليه ما انتش قادر تاخد قرارات في عبادتك؟ عرفت ليه ما انتش قادر تاخد قرارات في بعض المعاصي اللي انت متعلق بيها؟ لان الايمان منسوبه مش زايد. لو الايمان منسوبه زاد هتقدر تاخد هذه القرارات. فجعلهم جذاذا. دي الكلمة بقى اللي احنا يعني عايزين يعني ايه؟ يعني نتعجب من سيدنا ابراهيم. فجعلهم جذاذا. فورا سيدنا ابراهيم كان صادق العزم يا جماعة. سيدنا ابراهيم لما كان بياخد قرار ما كانش بيتردد بعد كده. فجعلهم جذاذا. الجذ ان انا اخلي الحاجة فتفيد، ان انا امسك لوح ازاز اخليه فتفيد. والجذ في اللغة ان انا استأصل الحاجة من الجذور بتاعتها. يعني تخيل كده فكر سيدنا ابراهيم في مواجهة البطل شكله ايه. تخيل شلة شباب وبنات واقفين في الجامعة مع بعض، او واقفين في نادي مع بعض، واقفين يتكلموا ويضحكوا مع بعض. القعدة دي وراها مصيبة. كل واحد من الشلة ده هيروح هيعمل مصيبة. الشاب ده هيروح هيعمل عادة سرية، والشاب ده هيروح هيقع في الزنا، والشاب ده هيتجوز دي عرفي ويبقى زنا عرفي والعياذ بالله، والشاب ده هيروح يتفرج على حاجة قذرة على النت، والشاب ده يبقى. اذا القعدة دي نتج عن كل واحد فيها مصيبة. ما هو الشحن الباطل اللي اتشحنه ده هيفرغه في ايه؟ في مصيبة. طيب الحل بقى، انا راجل داعية شفت المنظر ده هقوم جاي ادي درس عن حرمة العادة السرية عشان الشاب اللي وقع فيها، والدرس اللي بعده حرمة الزنا عشان الشاب اللي وقع فيه، والدرس اللي بعده حرمة الجواز العرفي عشان الشاب اللي وقع فيه، والدرس اللي بعده حرمة المواقع الإباحية عشان. يبقى انا ما بفهمش دعوة، واللي يعمل كده ما هوش فاهم دعوة. امال ادي، لو انا عايز اضرب المنظر ده كله في درس واحد ادي درس عن ايه؟ عن ايوه سمعت الكلمة، عن ايه؟ عن الاختلاط. لان كل المصايب دي كانت بسبب ان دي وقفت مع ده. يبقى عايزين نواجه الباطل، نعالج الباطل علاج جذري. هيدي كلمة جعلهم جذاذا، يعني فتتهم حتت. الاوسان دي كانت مبنية يا جماعة، يعني ممكن اصلب من العواميد بتاعة المسجد دي. سيدنا ابراهيم من الكره اللي في قلبه للباطل فضل يضرب 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 لحد ما خلاها فتفيد. دخل على 70 وسن حطم 69 وسن فيهم فتفيد من غل سيدنا ابراهيم على الباطل. انت قلبك فيه الغل ده؟ شوف سيدنا موسى وبيقول وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. لايه؟ لايه؟ لنحرقنه ثم لننسفنه. شوف الكلام،
شوف الالفاظ اللي سيدنا موسى بيقولها، واحد قلبه مليان كره للباطل، قالك نحرقنا ده لما يولع فيه وهو في قمة الحرارة يترمي فجأة في مية باردة يقوم يتنسف ثم لننسفن. في قراءة تانية مش لنحرقنا لنحرقنا، قالك يعني ايه؟ قالك اللي هو ان الواحد يجيب مبرد ويبرد الحاجة، عارفين المبرد اللي تقعد تبرد بيه الحاجة لحد ما ايه ما تساويها. طب يعني ايه الكلام ده؟ سيدنا موسى مش عايز العجل يتنسف وهو بملامحه، فيبقى اخر مشهد قلوب بني اسرائيل شافت العجل عليه، شافته في ملامحه، ده عايز يبرد ملامحه الاول بحيث انه يطمس كل الملامح، فاخر مشهد يشوفوه قبل ما يولع فيه النار ويتنسف مشهد بلا ملامح، فما يتطبعش في قلوبهم حاجة. ايه الفكر ده يا اخوانا؟ ايه الفكر ده؟ وعايز يحرقوا قدامهم، لان الاله اللي يخلق النار لا يمكن يتعذب بيها ولا يمكن يولع بيها. سيدنا موسى باصص على قلوب بني اسرائيل. ازاي بقى؟ ما هو في نفس الايات دي في سورة طه قبلها بصفحة ونص ربنا بيقول له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، ده لسه 25 يناير بتاعتهم، يا موسى انت ايه اللي اعجلك عن قومك؟ ايه اللي خلاك تسيبهم؟ ده لسه محتاجين وعظ وتربية، عجلت ليه يا موسى وجيت ليه؟ استعجلت ليه؟ وما اعجلك عن قومك؟ وما اعجلك عن قومي؟ قال هم اولئي على اثري. يا رب ده الناس كويسة جدا يا رب، ده انا سايبهم مقطعين سجاجيد الصلاة يا رب، ده انا سايبهم زي ما يجي داعية كده يقعد قدام الشباب دول الوقت كده فيقول ما شاء الله ما شاء الله على الشباب الملتزم، ما شاء الله على الشباب اللي ساب الشهوات وجي المسجد. استنى حبيبي، ده مدمن معصية كذا، وده ما انتش عارف امبارح كان بيعمل ايه، وده اهو دي قضية انك ما تتخدعش بالظاهر. فسيدنا بيقول موسى يا رب هم أولئك على اثري، يا رب هم على طريقتي وعلى منهجي قاعدين يصلوا ويصوموا يا رب، قاعدين يعبدوك. فربنا سبحانه وتعالى قال له لا، يعني سيدنا موسى نظر الى ان هو بيصلي انما جوه قلبه رواسب الجاهليه شكلها ايه. فسيدنا موسى لما رجع لهم عبدوا العجل، سيدنا موسى وجد ان ظاهر حال العبد حاجه ورواسب الجاهليه اللي كانت في قلوبهم تجاه العجل حاجه. فشوفوا فقه الانبياء بقى، شوفوا فقه المرسلين. فلما سيدنا موسى جه حطم العجل ما حرقوش وخلاص، ما هدوش وخلاص، ده هدوا بمنظر يهدموا في قلوب الناس. يعني سيدنا موسى بيعالج المعصية على قلبي، وده اللي احنا عايزينه يا جماعة. فجعلهم جذاذة. يا اخوانا احنا مش عايزين المعصية تتكسر من حياتنا، احنا عايزين نجزها من قلوبنا، احنا عايزين نستأصل جذور الشهوة من قلوبنا، عايزين نستأصل رواسب الجاهلية من قلوبنا. اوعى تتخدع بنفسك يا ابني، اوعى تتخدع بنفسك، اوعى تظن انك لانك بقيت شكلك قدام نفسك ملتزم ان انت قلبك مش مليان مصايب، ان انت قلبك مش مليان بلاوي، ان انت قلبك مش مليان مشاكل. هي القضية عاملة زي كوباية شاي وتثبت شوية فالطفل رسب في القاع، فانت متقالك ان الشاي ما شاء الله الكوباية صافية، انما لو جبت معلقة وقلبتها الطفل هيرجع تاني يعكر الكوباية كلها. اهو انت قلبك كده؟ انت مش قلبك صافي، انت الشهوات والشبهات رسبت في القاع، لما هتيجي الفتن تقلبها هتنكر قلبك، هتصدم من قلبك. يبقى الحل ان احنا نعالج رواسب الجاهلية في قلوبنا علاج جذري. هي دي القضية، انك تجعل امراض قلبك جذاذة تجزها من الجسور. النقطة الاخرانية اللي احنا عايزين نعلق عليها، ركزوا معايا بقى اخواني، قالوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا الى انفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم، بقوا شايفين كل حاجة بالمقلوب تاني. قال افتعبدون من دون الله، شوف بقى القنبلة اللي انفجرت فجأة في وجوههم ديت، شوف بقى سيدنا ابراهيم لما انفجر في وجوههم وهو يعظ شعب باكمله، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. الشعب اول ما شاف سيدنا ابراهيم بيعمل كده ثورة شعبية بقى على اهل الدين في المجتمع، يعني تخيل شحن للناس
ضد اهل الدين في المجتمع لحد ما الناس بجهلها او بعض الناس بجهلهم ظنوا ان اهل الدين هم المشكلة. قالوا حرقوه، قالوا ده يعني ده قرار عام، يعني الناس بنفسها هي اللي بتهتف ده لازم يتقتل، ده لازم يستأصل، ده لازم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا. خدتوا بالكم للي حصل يا جماعة؟ خدتوا بالكم للتغير الرهيب اللي حصل؟ طول الآيات قال قالوا قال قالوا قال قالوا قال قالوا لحد ما قالوا حرقوه قلنا يا نار كوني بردا. فجأة لا عاد قالوا ولا قال وبقت قلنا. الله تكلم من أجل إبراهيم. سبحان الله العظيم. أخ بيقول لي افرض يعني الدروس الدعوية اتمنعت ولا حاجة. قلت له ربنا بيقول ويحق الله الحق بإيه؟ بكلماته مش بكلماتنا احنا. لو كلماتنا وقفت كلمات الله لن تتوقف. ويحق الله الحق بكلماته. زي ما قلنا دلوقتي البيت اللي خرجت منه الأوثان هو اللي ربنا خرج منه اللي حطم الأوثان. الله قادر يا جماعة. الله بيذل الجبابرة بلطفه سبحانه وتعالى بخفي ألطاف الله في نصرة الحق وفي الترتيب للحق. فيعني ممكن واحد كده يقرأ الآية اللي في الأول اللي احنا عدنا نتكلم عنها في الأول ونقول ما تحبطش وكنا به عالمين. طب فين يا رب؟ اهو الناس قاعدة مبهدلة والمحاكمة اتعملت. فين بقى كنا به عاملين والمحرقة بتتعمل؟ فين؟ فجأة قلنا. كأن كل اللي فات ده كان ربنا معاه وكان ربنا عالم بيه وربنا ما سابوش. ولكن ربنا يربي عبده أحيانا إن ما يجيلكش رسائل ربانية فترة من الفترات كده تلاقي نفسك حاسس إنك لم تشوف رؤية ولا في مثلا حاجة بتحسسك إن أنت ماشي مثلا على الطريق كويس أو ربنا راضي. ربنا بيربيك عشان تتمتن عشان تبقى راجل كمل اوعى تقف. فجت في الآخر قلنا يا نار كوني. بكلمة كوني النار بتحرق وبكلمة كوني النار ما بتحرقش. بكلمة كوني السماوات بتتبنى وبكلمة كوني السماوات بتتهد. ده كلمة الكون بقى خلاص مالك كل شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. بس مش عموما على إبراهيم ان ربنا يعاملك غير الناس، ان ربنا يخصك بمعاملة غير الناس. عايز ربنا يعاملك غير الناس، عامل ربنا غير الناس. عايز في زمن الكآبة، عايز في زمن عسر الأرزاق، عايز في زمن التوتر والهم والخنقة، عايز في زمن المشاكل ربنا يمشي لك كل حاجة في حياتك سهلة. عامل ربنا غير الناس وربنا يعاملك غير الناس. عامل ربنا الناس بتعامل ربنا معاملة انت شايفها. عامل ربنا انت بقى معاملة زي ما انت شايف كده في قصة سيدنا إبراهيم وشوف ربنا هيعاملك ازاي. من الحاجات اللي بتوقفني في الآيات دي يا جماعة لما ربنا بيقول بعدها ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة من غير دعاء وكلا جعلنا صالحين وجعلناهما ائمة. بقول ياه سيدنا ابراهيم ادى ربنا ايه وربنا اداله ايه؟ تعالوا نحسبها تجاري يا جماعة، تعالوا نحسبها بمنطق السوق السوق، تعالوا نحسبها بمنطق الفلوس. سيدنا ابراهيم دفع ايه وخد ايه؟ اللي خده ابراهيم عطاءات دين ودنيا واخرة لا توصف. سيدنا ابراهيم ادى ايه؟ ادى وقت ربنا، ادى عمره ربنا، ما كده كده كان عمره رايح، وكده كده ان لم تنفق الاعمار في الحق فستنفق في الباطل. ولكن سيدنا ابراهيم في الاخر خد ايه؟ سيدنا ابراهيم خد كل حاجة. اخر حاجة بنعلق عليها قول الله سبحانه وتعالى في آية 73 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يا اخوانا خلاص ما عادش ينفع النماذج الضعيفة بتاعت الالتزام. الواقع ده اهل الباطل فيه بقوا أئمة، ما ينفعش اهل الحق يبقوا فيه شوية هواة. عادش ينفع اهل الباطل محترفين، ما ينفعش اهل الحق يبقوا شوية لاعبين. اهل الباطل بقوا أئمة في الباطل، لازم اهل الحق يبقوا أئمة في الحق.
ومش هتبقى إمام في الدين إلا لو بقيت إمام في الفقر، إلا لو بقيت إمام في الدعاء، إلا لو بقيت إمام في التوجه، إلا لو بقيت إمام في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. على قد ما هتفتقر لربنا على قد ما ربنا هيفتح عليك إن شاء الله بإذن الله. الليلة هيتوزع عليكم أو فعلا اتوزعت عليكم المرحلة الرابعة في الخطة الخمسية، خطة الاستعداد لرمضان اللي احنا بدأناها من قبل رجب بأيام قليلة، والنهاردة وصلنا للمرحلة الرابعة. يوم ما بدأنا نوزع الورقة يا جماعة كان عبارة عن تكبير عن الصلوات الخمسة بس، والناس قالت يعني ايه، يعني في ناس ممكن استقلت الموضوع. هنبدأ كده اهو النهاردة معانا كل السنن الرواتب. يوم ما بدأنا يا جماعة كنا بنصوم يوم واحد في الاسبوع، النهاردة صيام يومي يوميا. يعني شوفوا اللي بدأ معانا من الاول، انا عارف ان مش كل الناس مشت على الجدول ده، انما انا عايز اللي ممشاش عليه يحزن الوقت، يحزن لما كان ماهوش راضي ببداية بسيطة سهلة، والنهاردة شايف ان الجدول بقى اعلى من اللي هو بيعمله، عشان تعرف ان مش هتوصل غير لما تمشي بتدرج. ولكن كونوا ربانيين، ابن عباس قال لك اي صغار العلم قبل كباره، يعني كونوا متدرجين، ما حدش هيوصل غير بالتدريج، غير بالترقي التدريجي. يبقى النهارده بقى في الصيام يوميا. كنا في الاول بنقول قراءه ربع قران، النهاردة قراءة حزب قرآن بتدبر وخشوع. يعني الموضوع بيزيد اهو، وكل ده الحد الادنى، عايز تزود عن كده زود، بس ده الحد الادنى. كنا في الاول بنقول ربع ساعة قيام ليل، النهاردة قيام ساعة الا ربع مع صلاة الوتر، ساعة الا ربع حتى لو بعد العشاء، بس المهم انك انت تقوم ساعة الا ربع. المرة دي المعصية اللي احنا نتوب الى الله منها ترك الافلام والمسلسلات. طبعا يعني احنا داخلين على موسم الافلام والمسلسلات، فاحنا لازم نحصن نفسنا من الوقت، لان يعني لازم يتباين يا جماعه ان مش الكل محصن يا جماعه ولا حاجه، ما حدش يبص حواليه يقول افلام ومسلسلات ايه، ما كل اللي قاعدين مشايخ اهو. لا يا حبيب قلبي، اوعي تظني واوعى تظن كده، ثلاث ارباعنا يا جماعه بيقعوا في معاصي متكرره ومحتاجين وقفه مع النفس في هذا الامر. الخلق بتاع المرحلة افشاء السلام مع الابتسامة، يعني دي من اعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. بذكركم تاني يا جماعة بتحفيظ القرآن، يا اخي ده لسه على رمضان ثلاث اسابيع، بذكركم تاني يا جماعة بتحفيظ القرآن، ده رمضان على الابواب يا اخوانا، بذكركم بتحفيظ القرآن. السلف كانوا بيسموا شعبان شهر القراء لانه كان شهر مراجعة القرآن، شهر خلاص الكل بيراجع فيه القرآن، يعني ده شهر فيه حفظ القرآن من الأعمال المهمة. بذكركم تاني يا جماعة بتحفيظ الصديق والجمعية الشرعية للنساء ومسجد الصديق للرجال. فضل الله لما الامتحانات بدأت تخلص العدد بدأ يزيد تاني، وفي ناس من اللي يعني راحت مننا بدأت ترجع تاني. ولكن يا اخوانا بذكركم تاني، أي أخت معانا ما بتحفظش قرآن تسلم نفسها لتحفيظ المحطات السبع بتاع الجماعة الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونمشي مع بعض في القافلة يا جماعة، لأن إن شاء الله بإذن الله إحنا ماشيين في قافلة لسه في أعمال. يبقى لما أنت تقع مننا في الأول هتكمل معنا إزاي؟ والإخوة اللي ما بتحفظش يا أخوانا لو سمحت روح بكرة السبت بعد الظهر أو بعد العصر سلم نفسك في تحفيظ مسجد الصديق طريقة المحطات السبعة يا أخوانا. لا ينفعش حد مننا يبقى مقصر في الاعمال اللي احنا بنشتغل فيها عشان نتبنى ونتربى. يعني انا الوقت قاعد اقول لك معاني ايمانيه في قصه سيدنا ابراهيم، طب اجيب المعاني دي منين؟ لما تحفظ القران وتثبت عليها تيجي، لما تقعد في الورش مع اخوانك ومع اخواتك وتتصاحبوا وتعبدوا ربنا مع بعض وفي الاعتكاف تعتكفوا مع بعض هتيجي، لما تطبق الجدول التعبدي ده وخط السير بتاع الاسبوع ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى هتيجي، باذن الله سبحانه وتعالى لما انت تطبق الكلام ده هيجي. يبقى العبادات هي السبب في زياده الايمان. الحصالات اللي احنا كنا وزعناها من فتره اللي هي بتاعه شنط رمضان والصدقات وكده، الحصالات اللي كنا وزعناها يا اخواني في الليل الاسبوع ده بقى ان شاء الله تملوها اكتر عشان تجيبوها الجمعه الجايه، تسليم الحصالات من الاخوه والاخوات الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. واخوانكم في مسجد البدر في ساميه الجمل بيذكروكم بمحاضره الشيخ علي لقم
بعد صلاة العشاء في مسجد البدر في سامية الجمل. مسجد البدر اللي هو يعني جنب بيتي للي عارف بيتي، او سامية الجمل بقى للي ايه يعني بالتالي مسجد البدر معروف يعني. فالشيخ علي لقم ربنا يحفظه عنده محاضرة الآن، فإخوانكم في مسجد البدر بيذكروكم بهذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين، اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم بلغنا رضوانك، اللهم ارض عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أضئ قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم قو في رضاك عزمنا يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.